الحقيقة يعني يمكن لينا الشرف ان احنا هذه المرة الثانية او الثالثة يمكن لبيت للكل في مهرجان جرش، صحيح. بس هناك تغيير والاختلاف. ما هو صحيح. التغيير والاختلاف هذا العام، ولماذا اختيار مصر ضيفة للشرف ودي يمكن اول مرة تحصل في مهرجان جرش؟ بدي أبتدئ من نهاية السؤال. تفضل. عندما يكون هناك لأول مرة ضيف شرف في مهرجان جرش، لا يمكن أن يكون هذا الضيف إلا جمهورية مصر العربية، يعني هذا بتوافق عربي كامل. فمنرحب بمصر الحبيبة ضيف شرف، وأهلا بالدكتورة معالي الدكتورة نيفين كيلاني، شرفتينا. شرف. الله يحميكم ويخليكم. مصر في وجدان كل أردني، في وجدان الأردنيين جميعا وفي وجدان العالم العربي، وقدمت الكثير للثقافة العربية وللثقافة العالمية. وهذا المهرجان في حلته في دورته الحالية يعني يتجه نحو بعد الثقافة كبعد تكاملي شمولي، له علاقة بالاقتصاد، بالحياة اليومية، بنوعية الحياة. الثقافة لم تعد بعزلة عن كل ما يتصل بالتحديث في المملكة الأردنية الهاشمية، ودور المملكة الأردنية الهاشمية في بناء الوعي، ودور وزارة الثقافة والمهرجان في بناء الوعي، تعزيز شعورنا بهويتنا، اعتزازنا بأنفسنا، اعتزازنا برؤيتنا، اعتزازنا في مشروعنا الثقافي والاقتصادي والحضاري. فهذا المهرجان تجاوز أن يكون مهرجاناً فنياً وثقافياً شكلياً، هو مهرجان بالتشاركية الكاملة مع المجتمع المحلي. بلدية جرش موجودة في قلب المهرجان، محاطين بمئات وألاف من أهل جرش. الصناعات الثقافية الإبداعية، الحرف اليدوية موجودة في المهرجان. كل مسارح جرش حية بفعاليات وأنشطة فكرية وثقافية، تجليات الفن التشكيلي العربي، الموسيقى بكافة تجلياتها، وأيضا برنامج مصر العربية. عندنا مجموعة من الفنانين، 1500 فنان أردني مشارك، ولكن عندنا مصر ضيف الشرف معالي الدكتورة نيفين الكيلاني أشرفت نفسها على البرنامج. فعندنا صناعات ثقافية مصرية وحرف تراثية مصرية، ونحن بحالة تشاركية نتعلم من مصر حماية التراث وتطوير التراث لأن يكون صناعة ثقافية إبداعية تدر دخل، ترفع من الدخل القومي لأي بلد.